وقع معنا احنا الناس اللي ماشي هذه المنطقه وانما قرابين يعني من جماعه واحده وجينا لعند هاد الناس هنايا كنعزيهم في هاد الجلال المصاب هاد العائل مسكين رايان اللي اثر فينا بزاف ويعني اثر في المغاربه كاملين وفي الامه الاسلاميه كامله وفي العالم كاجمع يعني الاخبار ديالو شاءت الاقدار ان طاح ديك الحفره مسكين لم المغاربه وجميع الناس واش غادي نقولوا الله يصبرنا ويصبر جميع الناس وجميع المغاربه وجميع اللي شافوا هذه المساله هذه. اش غادي نقول لك، انا ما حضرتش في الواقعه ولكن كنت يعني في مدينه تطوان، ولكن ما خرجت صراحه، بقيت متبع الاحداث دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه وقلبي كيتقطع ما نكذبش عليك. هذا اللي يعني ما نقول لك وصافي، يعني انا ما حضرتش في نفس الواقعه ولكن حضرتها، يعني ما خرجت من الدار دقيقه واحده، يعني كنت مسافر وجابتني الظروف في مدينه تطوان. واش غادي نقول لك، ما قدرتش نخرج وتألمنا بزاف صراحه. هذا اللي وقع وهذا الشيء اللي كاين. الخبر في الساعات الاولى جانا يعني حاله عاديه، ولكن مع اللي دازت واحد المده معينه شفنا بان الطفل رايان باقي في الحياه، ملي شفنا في ديك الطريقه هذيك يعني باقي في الحياه كيقول طلعوني، اسفنا بواحد الدرجه كبيره، وجميع المغاربه وجميع الدول وجميع العالم كامل يعني تاسف ديك الطريقه هذيك. يعني الولد بقى حي، لو كان مات في نفس الدقيقه اللي طاح فيها راه ما غيكونش وقع هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله هذا الشيء مشيئه الله واقدر قدر الله ما شاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.